ده وانت ابتدت الكلام بتفصيله الفكره بتاعت الجمع بين التفوق الرياضي والتفوق الدراسي، وانتوا الاثنين طلبه في كليات من اللي هي بيطلق عليها كليات القمه، اللي بطبيعه الحال محتاجه مذاكره ومحتاجه يعني التزام شديد جدا، سواء صيدله او هندسه. فنبتدي معاك انت يا تسنيم، ازاي بتوازني في الحكايه دي بين الدراسه وبين التفوق الرياضي؟ هي الحقيقه يعني الجامعه كانت اكتر سبورت ليا، يعني هي موفره لي كل حاجه. يعني انا تقريبا من اول سنه ما فيش امتحان واحد امتحنته في ميعاده، والشفوي مكان العملي، العملي مكان الشفوي مكان النظري، كل الدكاتره يعني فوق البروفيشنال، حتى الدعم من رئيس الجامعه، الجيم، السكن، بحاول اوظب يعني انظم وقت ما بين ان انا يعني اخلص دراستي وبعد كده اكل في مطعم الجامعه، الاكل برضو بيبقى سبيشال لينا عشان احنا رياضيين، بعد كده وقت مخصص للتمرين بتاعي عايزه افك في البول، وقت مخصص برضو لو احنا عايزين نذاكر في ستادينج رومز في المدرسه. في المقابل بقى، حجم او مدى التفوق الدراسي في الظروف اللي انت بتحكيها دي، هل بقدر نجاحك في الرياضه؟ اكيد الجامعه موفره لي كل حاجه، يعني حتى الاجهزه اللي احنا بنتعامل بيها في المعامل يعني زيها زي الاجهزه جديده من طوكيو تك انستيتيوت يعني والجامعات بره مصر، فاحنا مش مجرد بس يعني جامعه عاديه، يعني هي بتتم يعني بتحطنا بحيث ان احنا نكون ما نتخرج نكون بروفيشنال ونكون متقدمين في سوق العمل احسن من اي حد.